ثمنا لأرواحهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع 4 من الزملاء اختار الإعلامي محمد السعيد أو محمد عمار طباجو أن يغادر مسرح الثورة، ذلك بعد كمين نصب لهم قرب مدينة دوما في وقت وصلت القصة إلى أشد فصولها تعقيدا بعد أن بدأ الثوار هناك عملية واسعة. أمامهم الآلاف من السكان محاصرين ينتظرون تقدمهم بفارغ الصبر والدعاء. لأجلهم رأى هؤلاء بذل دماء شباب مثل محمد وأصدقائه رخيصا في سبيل الوصول إليهم ومدهم بالغذاء والدواء، ولأن محمد يعلم حجم المعركة والمهمة جيدا ويعلم احتمال ارتقائه شهيدا، فقد ترك وصية وطلب من أصدقائه نشرها في حال استشهد. يا كل من يسمعني، هذه وصية عامة. أنا أخوكم محمد عمار ابن محمد سعيد طباجو أبو البراء، والذي أظهر باسمي الإعلامي محمد السعيد. يفترض أن تسمعوا هذا التسجيل إذا وافتني المنية شهيدا بإذن الله عز وجل. كانت وصية محمد قد تضمنت رسائل كثيرة، أهمها الدعوة للتمسك بكتاب الله وشرعه، محذرا من مؤامرات كثيرة تحاك ضد البلاد كلها، ومتفائلا بنصر قادم. بعد شهر من تسجيل الوصية وبعد شهر من ولادة ابنته الأولى أيضا، وفي معركة مصيرية على أبواب العاصمة، ترجل محمد وقد علق أمنيته بالنصر على هامات رجال يعرفهم، وقد وجه رسالته لهم في ملحمة ثورية وقصة جديدة تضاف إلى قصص شباب سوريا الذين اختاروا التضحية بأرواحهم من أجلها.